الرفقة 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 يا عبد الله، إياك أن تغش نفسك، وانظر إلى من حولك، فإن وجدتهم يعينوك على ذكر الله ويثبتوك على طاعة الله فنعم والله القوم، فإنهم القوم الذين لا يشقى بهم جليس. وإن وجدتهم يضيعون الأوقات أو والعياذ بالله يتساهلون في الواجبات، ولربما استرسلوا إلى الوقوع في المحرمات من الغيبة والنميمة والاستهزاء بالمحارم أو بالمسلمين، فالله الله كم من خير أضاعه العبد بسبب الرفقة، كم من خير أضاعه العبد على نفسه بسبب الصحب، وكم من خير وبر ودرجات علا ترقى الإنسان فيها بفضل الله ثم بفضل الصالحين الذين صدق في اختيار مع الله. ابحث عمن يقربك إلى الله، إلى متى وأنت غش نفسك؟ يذهب الإنسان ويجلس مع من يتسمى بالطاعة والخير، فإذا جاء ينظر في آخر المجلس يجد قلبه قاسيا ويجد نفسه لاهيا ناسيا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأعظم ما يكون هذا إذا كان في حال العبادة. ثم مع ذلك تمر السنة تلو السنة والإنسان يغش نفسه ويسكت عن ذلك. أما المجد الصادق في عبوديته لله ينظر إلى من حوله، فإن وجده مقصرا أو يحمل على التقصير أو يتتبع الرخص أو يهون عليه فيما أمر الله بتعظيمه فإنه ينصحه أو ينفض يديه منه. وكم من أقوام، إني أعرف أقواما رأوا في من صحبوه التقصير، فمنهم من نصح فلم تقبل نصيحته، حتى إن البعض يصف بالتشدد، قال بعضهم فتركتهم فعوضني الله رفقة أفضل منهم وهم أناس أعلمهم السنن، قال والله لا تمر علينا لحظات حتى بعض الأحيان وأنا آكل إلا وهم يسألوني عنها، حتى فزت بخير كثير من الأجور في تعليمه. فضل من الله إذا خرجت مع صحبة تعينك على ذكر الله، تعينك على القيام بحق الله، فهذا من أهم ما ينبغي في حياتك.